مشاهدي قناة اس 24، اسعد الله صباحكم بكل خير. حلقة جديدة من صباحات سودانية، يوم جديد اكيد مميز وعديد من الفقرات المتنوعة، كل ده بصحبة سارة خان. صباحك يا سارة. صباح الخير مازن، صباح الخير اعزائي المشاهدين جميعا. الليلة الخميس حنكون معكم انا ومازن ان شاء الله للساعتين الجايين، بتمنى نقضي وقت حلو مع بعض وصباحكم خير. الليلة يوم الخميس عندنا عديد من الفقرات، يوم الخميس دائما يوم حلو، حيث الاسبوع بقى والناس بتكون داخلين على اجازه العيد ويعني وداخلين صح، الايام كلها حلوه، اجازه حتكون طويله شويه. خلينا نطلع نشوف فيديو صباحيات ونرجع لكم تاني لفقرات صباحات سودانيه. الصباح هو طبعا ممكن يكون اجمل وقت في اليوم، لانك انت بتصحى كده زي المغسول في الصباح الجميل، والصباح ده بيعني أشياء كثيرة بالنسبة لي. أنا أبدأ يومي بالنوم المبكر، أصحو مبكر. الصباح يعني بداية يوم جديد، شيء جميل وسعيد بالنسبة لي، لأنه بتذكر فيه أشياء كثيرة جميلة، وتحاول بقدر الإمكان يعني تخد برنامج اليوم وتكون خدت حبة تفاؤل معه. يعني هذا مفتاحي للحياة اليومي هو الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. هو الوقت اللي فيه الجسم بيكون مرتاح والذهن صافي والأفكار مرتبة. ورجعنا تاني أعزائنا المشاهدين، وصباحكم خير ويومكم سعيد إن شاء الله، ونتمنى لكم نهاية أسبوع ممتعة ومفيدة. برامجك شنو لآخر الأسبوع؟ آخر الأسبوع؟ بعد الحلقة؟ بعد الحلقة. لسه ما خططنا لكن إن شاء الله نساعد. وإحنا طبعاً يعني بنتحمس مع الناس لنهاية آخر الأسبوع، لأنه إحنا يعني ما عندنا جود الثابت. هذا أسبوع عمل ضاغط. صح. يوم الخميس كده الواحد بيتحمس ليوم الخميس اصلا، جيته فقط حلوه فيه لمة العيله، انا بحب لمة العيله اكثر حاجه في يوم الخميس. عندنا الليله الفيديو الطريف، حنمشي نشوفه. اطلع، دايما احنا نبدا صباحات سودانيه بابتسامه، نطلع نشوف فيديو طريف ونرجع عليكم تاني. يلا نبتسم. ماتوا هم ولا الحصل شو؟ لا هم يعني بدل سباق بطريقة اتخلعوا. اي بالضبط، عاملين طريقة جديدة. فقرات كثيرة ومميزة ومختلفة الليلة حتكون معانا. في فقرة لمن يهمه الأمر الليلة حنتكلم عن وسائل التواصل الاجتماعي وكيف ساعدت في تطوير ونجاح بعض الأفراد والمؤسسات. عندنا الهاشتاج الليلة حيكون على تويتر لمن يهمه الأمر، هل ساعدت مواقع التواصل الاجتماعي في تطوير وبناء ونجاح بعض الأفراد والمؤسسات، نعم أو لا؟ بنتمنى تشاركونا. في فقرة كذا رأي سارة، احنا داخلين على موسم الأعياد وعيد الأضحى المبارك، عاد الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. الهاشتاج الرئيسي هيكون الأعمال الخيرية والمساعدات في موسم الأعياد هل ذات نفع واضح للمجتمع؟ يا ريت تجاوبونا في فيسبوك وعلى تويتر بنعم أو لا. فقرات عديدة ومتميزة ومتعددة الليلة حتكون معانا طولة النهار، طولة الساعتين اللي حنكون معكم من 9 لحد 11. وهسه حنطلع نشوف حالة الطقس ونرجع.
رجعنا لكم تاني مشاهدين صباحات سودانية، وصلنا لفقرة أخبار المعلومات والتكنولوجيا. أول خبر هيكون معنا: فيسبوك تربح دعوى قضائية حول انتهاكها لخصوصية المستخدمين. بعد محاولات عدة من قبل مجموعة من المستخدمين الذين زعموا أن فيسبوك توفر بياناتهم الشخصية إلى المعلنين بطريقة غير مشروعة، قرر القاضي رونالد إم وايت بطلان الدعوى وفوز فيسبوك في تلك الجولة. كانت الدعوة تتهم شبكة زوكربيرغ الاجتماعية أنها تعمل بشكل سري لتكشف للمعلنين عن بيانات المستخدمين الذين قاموا بالنقر على الإعلانات، ووفقا لدعواهم فإن هذه يتعارض مع الوعود الصريحة من فيسبوك بشأن الخصوصية. الغريب أن وايت قد رفض القضية في عام 2011، لكن إعادتها إليه محكمة الاستئناف مرة أخرى تحت اتهامات جديدة حول خرق العقود والاحتيال، إلى أن القرار النهائي من القاضي كان لصالح شركة فيسبوك. غالبا ما تفشل الدعاوى القضائية من هذا النوع لسبب بسيط، هو أن معظم المدعين لا يتمكنون من الإيضاح للقضاء على الكيفية التي يتم من خلالها الكشف عن بياناتهم الشخصية لأطراف ثالثة دون إذن منهم. تفتكر أن التعامل مع الفيسبوك بيجا فيه ممكن كشف الحقائق أو هي الحقيقة الخبر بيقول إنه معظم الدعاوى بسبب فشلها إنه هم ما قادرين يثبتوا حاجة. يعني هم حاسين إنه بياناتهم الشخصية مخترقة لكن ما قادرين يثبتوا الحاجة دي عمليا. ومن فيسبوك هنجي لمايكروسوفت، تطور خدمة التواصل. الخبر بيقول: تشعر مايكروسوفت بموقف صعب. الشركة طالما كان لديها منتجات موجهة لقطاع الأعمال وفرق العمل، لكن مؤخرا برز اسم سلاك التي تقدم منصة ممتازة وسهلة الاستخدام. مايكروسوفت تريد منافستها بشيء جديد، حيث تطور الشركة برنامج تواصل جديد. البرنامج الجديد يدعى حاليا سكايب تيمز، وهو يقدم نفس الوظائف الأساسية التي يقدمها سلاك لفرق العمل في الشركات على اختلاف أحجامها، لكنه سيعتمد على خدمة سكايب الأساسية. وستعتمد مايكروسوفت طريقة تنظيم الحوارات مشابهة لفيسبوك، حيث يمكن الرد على رسالة محددة، وهذا يعطي إنتاجية أعلى خاصة بالمجموعات التي تحتوي أعداد كبيرة من المستخدمين وحتى لا تصبح فوضى بالردود. بهذا يمكن أن نعرف بسهولة أن كل رد تابع لأي رسالة أو سؤال. كثرة التطبيقات والتنافس، دائما التنافس بيطلع منتج أفضل سواء كان نحن. طبعا أكيد. خبر المعنى الجاي: عائدات الدفع الإلكتروني تصل لتريليوني دولار في 2020. تشير توقعات الشركات المتخصصة بالصرف الإلكترونية أن تصل العائدات من الدفع الإلكتروني على مستوى العالم إلى 2 تريليون دولار بحلول عام 2020. ومن أجل تحقيق هذا المستوى من انتشار الدفع الإلكتروني، بدأت بوابات الدفع الشهيرة مثل باي آل بالتحول لتكون معيار أساسي لاعتمادها في الدفع من قبل المستهلكين، كما أن المصارف أصبحت تتبنى أكثر خدمات الصرفة عبر الهواتف الذكية لتلبية طلب زبائنها. في هذا الإطار قال نائب رئيس باي بال أن المصارف والشركات الناشئة تحول صناعة التمويل والصرفة عبر الهواتف الذكية وطرق الدفع المبتكرة، وأضاف أن الشرق الأوسط سيتحول إلى قائد في ثروة الدفع الإلكتروني. تشير الإحصائيات أن هناك ملياري شخص حول العالم يستخدمون على الأقل واحدة من 270 خدمة دفع عبر الهواتف المحمولة، وتبرز الحاجة حاليا إلى تطوير حلول دفع رقمية سهلة الاستخدام. بقى في سوق يعني أو تجارة الإلكترونية كامل. صحيح. في الإلكترونيات. صحيح. عندنا خبر بيقول إنستغرام تلغي ميزة خريطة الصور. الخبر بيقول: لو دخلت إلى الحساب الشخصي لأي مستخدم في إنستغرام فإن هناك قسم خاص بالميزة، ثاني أيقونة من اليمين يمكن الضغط عليه وتظهر لك خريطة، وعند كل منطقة أو مدينة أو دولة مجموعة الصور التي تم نشرها من هناك، في حال كان قد فعل ميزة الموقع الجغرافي بالطبع عند نشر كل صورة. لكن يجب التنويه إلى أن إضافة الموقع الجغرافي لكل صورة لا تزال متاحة، وفي حال ضغطت على اسم أي موقع من الصور المنشورة نفسها فإنه سيظهر لك الصورة التي تم نشرها من هذا المكان. الآن أصبح الاهتمام لدى إنستغرام ينصب أكثر على الفيديو والقصص وجذب مستخدمي سناب شات. يمكن سناب شات برنامج أحدث من إنستغرام بس قدر يستحوذ على كمية من المشتركين فيه. صح. وبيفضلوا يستخدموا سناب شات أكثر من إنستغرام، وده اللي خلى الشركة تحاول ترجع. هذا بقت كثيرة جدا. صحيح. آخر خبر معنا هيكون: هاتف سامسونج يعمل بأندرويد وويندوز معا. سامسونج تفكر بكل الاحتمالات الممكنة لمستقبلها، واليوم لديها براءة اختراع جديدة مثيرة للاهتمام حقا، تخص البراءة إمكانية
تطوير جهاز هاتف ذكي يعمل بنظامي التشغيل أندرويد وويندوز معا، ليس هاتف ثنائي أنظمة التشغيل بحيث تقلع نظام معين بل النظامين يعملان معا حرفيا. الفكرة هي أنك تستطيع تشغيل تطبيقات أندرويد وويندوز موبايل مع بعض وبشكل متزامن، كما يمكنك تقسيم الشاشة إلى نصفين وتشغيل تطبيق من كل نظام في نصف. حتى يمكن للهاتف أن يشارك مجلدات النظامين مع بعض بحيث يمكن في كل الدخول إلى مجلدات وملفات الآخر. براءة الاختراع تسمح بالانتقال من نظام إلى آخر بمجرد الضغط على أيقونة وبدون الحاجة لإعادة تشغيل الجهاز، وهو لو طبقته سامسونج وصنعت الجهاز فيكون الأول من نوعه في العالم يعمل بالنظامين معا. يمكن امبارح برضه أول امبارح كان المؤتمر الرسمي للإعلان عن آيفون 7. الناس بتهتم برضو بأبل وبآيفون، نتمنى لكم إنه يكون يعجب الناس، يعني يكون فيه تطوير وأكيد من الموبايلات التالية. أكيد أكيد، والأبليكيشنز أو التطبيقات بقت بتتطور يوم عن يوم، يعني السعيدي بسامسونج وبيشتغل بأندرويد وبويندوز مع بعض. يمكن دي حاجة بتشتتنا أكتر وبتسحبنا نحو تلفوناتنا أكتر وبتخلينا نبعد عن الحياة الحقيقية. أنا بشوفها دائما كده أبليكيشنز. دي كانت أخبارنا لليلة، حنطلع فاصل وحنرجع، خليكم معنا. مشاهدينا مشاهدي سودانية 24، صباحات سودانية وصباحكم خير وصباحكم طيب وصباحكم أحسن مما تتمنوا. مازن طلع خارج الاستوديو، معه ضيف فنان ومبدع محمد عبدو، أنا حسلمه ونكمل نشوف معه. مازن سارة، يمكن إحنا هنا وتسألتني خططك للخميس، يمكن خطط الخميس بدأت هز الجو جميل ومعانا جيتار وموسيقى، استمتعين جدا بالجو. احنا برا انا وضيفي محمد عبد، محمد عبد السودان. محمد عبد، يسعد صباحك. صباح الخير، كيف الحمد لله. كيف معك الخميس؟ والله يا دب ده، يا دب ده، صحيت بدري قلت الله يسعدك. ما متعود على صحيت بدري. اي والله. طيب كيف بتبدا صباحك كل يوم كده غير الخميس؟ والله غير الخميس ببدا ذهابي للعمل. تبدا صباحك بدري شغل؟ بس والله اي ما بدري شديد، لكن يعني راوند 9 كده مشيت المكتب. طيب يعني المناسب 9. اي طيب، انت علاقتك بالجيتار شنو؟ والله يا اخي حاجه بحبها من زمان، وبديتها من زمان شويه، ما من زمان شديد. انا بشتغل جيتار من 6 سنه كده، وبغني من 11 سنه، وبكتب من 10 سنه. يعني انت من تقريبا وانت صغير يعني بديت الموضوع؟ يعني حاجه بالشكل ده. علاقتك كان بالموسيقى وانت صغير كويسه شديد؟ بتحب الالات، بتحبها شنو غير الجيتار؟ والله يا اخي عندي 4 الات انا يعني خدتها كده الا اتعلمها وانا بحبها. يعني عندك الجيتار والبيانو والكمانجا والدرمز، بس مشيت في 3 فضل لي واحد، فضل لي درمز. تعلمت 3 هسه؟ لا الكمانجا جبتها هسه قبل اسبوع، لكن نقول يعني اكيد هتبدا فيها ان شاء الله. طيب بديت العزف على الجيتار وانت من 11 سنة؟ من 6 سنة. 6 سنين، والغنى من 11 سنة. بديت الغنى في المدرسة يعني ولا؟ والله مش في المدرسة، لكن مع نفسي كده كنت بغني، بحب الكرتون شديد. كنت بغني كرتون؟ كثير. اللي اكتشف الموهبة منه؟ والله ما في زول. الناس بس وصلوا قال لك انه صوتك حلو والله بس مع اصحابي وكده. يعني لما اكون تقول في ثالثه ثانوي انا كنت طلعت مسرح كده اول مره بتاع، والموضوع كان ظريف يعني، وكان في رهبه شديده وكده، لكن كان حلو. انت قلت لي حاليا انت منتشر في السوشيال ميديا كرتون، كاغاني كرتون. ممكن تسمعنا نموذج من اغاني كرتون؟ شكلك حباها شديد. لا جدا يعني طوالي. حاجه كده الناس كلها ممكن تكون عارفه. لا تبكي يا صغيري، لا انظر نحو السماء، من قلبك الحريري لا تقطع الرجاء. إن الأمل جهد عمل والجهد لا يضيع، الأمل جهد عمل. لا تبكي يا صغيري، لا انظر نحو السماء، من قلبك الحريري لا تقطع الرجاء. إن الأمل جهد عمل
والجهد لا يضيع، الأمل جهد عمل. ألوان طيف قاهرة قوسا وحبا ناشرة، من أين؟ من قطرات الماء تعاونت قطرات في قلبها، نبض مليء بالحياة تماسكت تعاونت كن مثلها، تعاونت قطرات في قلبها، نبض مليء بالحياة تماسكت تعاونت كن مثلها، جهد أمل ألوان حياة. ديجيتال وكرتون ده ابطال الديجيتال. طيب انت عندك موهبه، قلت عندك تلحين وكتابه ولا؟ انا بكتب ولحن. ايوه. طيب الحاجات دي كلها اكتشفت يعني شعر ولا اغاني؟ والله الاثنين، انا بكتب اغاني وبكتب اشعار. طيب الموضوع ده برضه بدا معاك من بيتين؟ ده من تامن اساسا، كتبت 10 سنه كده. لو تكتب حاجات خاصه بك انت ولا ممكن تكتب ليه؟ لا اشتغل الاخرين. واللحن برضو يعني انت بتكتب لنفسك وبتلحن لنفسك؟ اغاني برضو بتاعت كرتون او اللغة العربية الفصحى ولا ممكن بالسوداني؟ في الحاجات اللي بيكون فيها العربي الفصحى وبيكون في السوداني اكثر، يعني ما العربي ده بكتب نص لكن ما بغنيه كثير. بتكتب بالسوداني؟ بكتب بالسوداني. طيب ممكن تسمعنا حي شعر؟ طيب تمام، بالسوداني بدون موسيقى. طيب لو متذكر حاجة والله بحاول استحضر انا هسه الحاجة. جوك تبعد من هواي ما تجيني في ليلة وضحايا، بعد وما تفكر كثير تمحي الهموم حتزيد ساي، شايل قلب من حبه فيك بيسرح ويمرح في سماي، عاشق وخايف من ألم عاشق وخايف يبتسم، والكلام الباقي طار. محمد طيب انت الفنان الشامل انت تفتكر انه المفروض يكون زيك كده يعني يكتب ويلحن كده لنفسه ولا التخصص ممكن يكون احسن؟ هو المفروض التخصص ده هاي انا مقتنع منها، لكن في حاجة كمان اللي هي انه احنا في السودان هنا عشان انت تعمل حاجه لازم تعمل اي شيء برك، لانه ما في زول تقدر تعتمد على في حاجه لنفسك، يعني ما زول حيديك الحاجه. في نفس الوقت موضوع الغنى ده موضوع بتاع انه يا اخي انا اي اغنيه بكتبها بكون عندها قصه، فبعيش حاجه معينه بقوم بكتبها وبلحنها، فما بينفع انا اديها زول ثاني انه يغنيها ويلحنها وكذا. بالنسبه لي بتبقى اشياء ولدي كده عرفت على الرجل، فبقيت وصلت لمرحله انه بس يا هو شغال مع نفسي كده. طيب محمد عبدو انت بديت كيف؟ يعني انت بديت من 6 سنين؟ قبل 6 سنين الجيتار. الجيتار انا ابوي بيعزف عود اصلا. يعني انت عيلة موسيقية معنا. يعني انا الموهبة جاية من الاب للاب. ايوه الشكل ده. هو بيعزف عود وانا حاولت ابدا في موضوع العود زمان لكن ما لقيته ما الحاجة الان اصلا عندي راميول، انا اصلا كنت مايل للجيتار لكن من قبل انا ابدا عود. طيب. فكبرت لحد ما قدرت اشتري واحد اجيب واحد. هذا هو ذاته يعني قاعد له 6 سنين زي ما غيرت. حافظ عليه. شديد. بدأت يعني احتكيت بمثلا المزيكا، انا ما قريت مزيكا لكن تعلمتها من النت وتعلمتها من الناس بتاع المزيكا. فدي كان بدايتي عامله كده. طيب عملت شنو بعديها يعني؟ بديت تغني، بديت تلحن لنفسك كيف؟ كنت بغني اصلا قبل. كنت بشتغل زمان على بيتات جاهزه من النت، بنزل مزيكا من النت وبحاول بغني على هذه الحاجات اتدربت عليها زي ما تقول. كويس. اشتغلت في جامعات حفلات بيتات لكن ما كان حاجه اللي انا مقتنع بها انه انا هاي المفروض تطلع لقدام عامله كده. لحد ما بديت موضوع الجدار اللي اكتشفت ان الموضوع لسه كان بعيد شديد. الواحد بيجي لهفه انه خلاص المفروض اسهر وبتاع، لكن انا لقيت انه الموضوع ده بعيد، يعني انا بجد المفروض اقعد فتره شديد كده مع نفسي اتمرن واضغط نفسي وبتاع لحد ما اطلع شغل كفايه عشان يكون بجوده كويسه. بحيث ايوه. طيب هسي انت عملت اعمالك، عندك اعمال خاصه بك من لحن وكتاب؟ 30 عمل. طيب هل الحاجات دي هنسمع البوم قريب يا محمد عبده؟ ان شاء الله في وقت قصير ان شاء الله. الجايين دي الاعمال 31 دي كلها سنجل يعني اغاني مفرده صح؟ في بيكون مشاركه بعض الاغاني بيكون فيها راب كده بتاع مع واحد مثلا او كده لكن ما كلها، الاغلب بيكون سنجل. طيب ممكن تسمعنا حاجه من حاجاتك لحن وكتاب؟ Thank you.
بعيد مرت شهور ودعني شال مني السرور أنا فكري شاغله الهموم متين ألقاه شبيه الحور سافر بعيد مرت شهور ودعني شال مني السرور أنا فكري شاغله الهموم متين ألقاه شبيه الحور الظروف يوم فرقتنا أو حتى ضاقت وبعدتنا قصتنا يوم حتتحكي وفي خيال غير جمعتنا مهما الظروف يوم فرقتنا أو حتى ضاقت وبعدتنا قصتنا يوم حتتحكي وفي خيال غير جمعتنا واسيني فراقك لي شفتك قريب تغني علي حبيبي جاف النوم عيني لو طيري تلقاك جنبي مبواسيني فراقك لي مبارا 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 الغنية عندها قصة قصة الغنية دي شنو؟ دي قصتها إنه بحب لي واحدة إيرانية 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 ومشت مشت إيران؟ مشت إيران رجعت نهائي يعني بدأت لا سافر بعيد مرة تشوف بعد فترة كده جيت من الموضوع بقى حار شوية احنا متواصلين لسه أيوة لكن ما كده كل اغنيه عندها قصه يعني كل حاجه عندها ال 31 قصه 31 قصه سارة دي كان محمد عبد دي الاغاني اللي قدمها لي رايك شنو في الايرانيه اللي مشت خلتها دي؟ رايي في العزف انه ممتاز جدا جدا ورايي انه ربنا يرد الغربه بتاعت اي زول بعيد بس انا كنت عايزه اسال محمد يعني انا طلبت من الكنترول انه يدخلوني معاكم لانه عايز اسال محمد قال في محمد عبده قال في قصته هو بيحكي انه الوالد بيعزف عود لكن هو ما لقى نفسه في العود لقى نفسه في الجيتار فعايزاه يدينا فكره يمكن بالنسبه لنا احنا كمشاهدين عاديين دي وتريات ودي وتري الاثنين الات وتريه شنو الفرق بين الاثنين؟ والله هو فرق كبير شديد اول حاجه العود ممكن يكون محصور اكثر من الجيتار شويه بالنسبه لمساله الرقبه هنا مظبوط اي محصوره شويه بتكون هي اصغر حاجه بالشكل ده في نفس الوقت ما عندنا فريتس هناك يعني ما في حاجه مقسمه العود في نفسه فالعود ممكن يديك حاجة هنا في الجيتار ما فيه لا الجيتار ما بدي حاجة اسمها ربع التون العود بديك ربع التون بديك بديك الشرقي مرتاح وبديك ال بديك السباعي وكده ما بديك يمكن السباعي يمكن يا محمد دي الحاجة اللي أنا كنت عايز أسألك عليها بحس إنه مثلا العود لغة آلة شرقية أكتر بتناسب أغانينا أكتر يمكن الجيتار آلة جديدة على الأغاني أو اللحن العربي بصفة عامة والسوداني بصفة خاصة نسبة اللي إحنا عندها سلم خاص كيف قدرت تطوع انا ملاحظه انه انت شويه متاثر بالمزيكا الغربيه اكثر أيوة. من السودانيه أيوة. فكيف قدرت تطوع الموسيقى او الجيتار كاله غربيه اكثر لانها تخدمك في اللحن السوداني والله زي ما قلت لي مازن قبل انه انا بديت كرتون والكرتون في نفسه مزيكا سباعيه ومليانه شديد فدي الحاجه خلتني ان انا اقدر اسهل الموضوع انه انا اغني سوداني في السباعي واعتقد انه يعني ما في آلة ما بتتجاوب مع الغنى السوداني لكن بس احنا حاصرين نفسنا في السلم الخماسي فدي حاجه خلتنا احنا شويه كده احنا عندنا فريق حرفين هنا بس رايحين يعني ممكن الواحد يتم يعني ده خطوه انه انتم ممكن تدخلوا سلالة ثانيه موسيقيه في الغنى السوداني اكيد طيب محمد عبده بالنسبه للشباب اللي بيشوفوك السعدي وعجبته الآلة دي وحابين انهم يتعلموا تقول لهم ان هي سهله ولا صعبه
ما في حاجة صعبة. ما في حاجة صعبة. أنا أول واحدة أتعلمها. ما في أي حاجة صعبة، بس هي حاجة دايرة قاعدة يعني، ما في زول بيمسك قلم بيكتب طوالي. صحيح طبعاً. صحيح. محمد عبده شكراً جزيلاً على الوقت اللي اديتنا ليه والمعزوفات الجميلة اللي متعتنا بها والمعلومات كمان اللي عرفناها منك. مشاهدينا حنطلع الليلة نشرب شاي، كنا طلعنا خارج الاستوديو مع مازن وضيفه، لكن هسه حنطلع خارج القناة ومعزومين شاي، وكالعادة حناخدكم معانا عند التشكيلي والإذاعي المخضرم عاطف ود الحاج، حنمشي نشوفه حنرجع. الصباح هو بداية الأشياء، المولى سبحانه وتعالى في محكم التنزيل يقول والصبح إذا تنفس، والتنفس هو يعني دائما هو بداية الحياة. أجمل أوقات اليوم الصباح، ويعني لعل الإنسان إذا يعني كان عنده إشكالية ما أو دار يفكر في مشروع ما أيا كانت من القضايا الحياتية، أفضل وقت لإنجاز هذه المهمة هو الفترة الصباحية، لأنه أول حاجة الهواء بيكون فيها نقي جدا، الجسم البشري ذاته بيكون مهيئ بشكل جميل جدا بعد راحة ليل كان قضاه في النوم، فلذلك هو يكون مهيئ بشكل غاية في الروعة والجمال، ويستقبل الأشياء بشكل أجمل. لذلك الصباح هو يعتبر من أجمل أوقات اليوم. لو رجعنا للبداية الأولانية، لعلي أذكر تماما تلك الأيام ونحن في المدرسة الابتدائية، كانت هناك حصة للأعمال كان يقدم فيها للتلاميذ المدرسة مجموعة من الألوان الباستيل أو الألوان الطباشيرية زي ما يسموها، وأيضا الطيل الصلصال، وكان يترك للتلميذ حرية عمل أي عمل فني، ويمكن في وقت مبكر جدا برزت موهبتي من خلال الرسم، وتم تعليق لوحة لي في الفصل الدراسي في السنة الأولى ابتدائية، ونال التصفيق وإعجاب زملائي التلاميذ، وكانت بالنسبة لي شرارة الانطلاق الأولى في عالم الرسم والتشكيل، ثم اتجهت بعد ذلك لدراسة الفنون بشكل احترافي في كلية الفنون الجميلة والتطبيقية. الفن التشكيلي طبعا في السودان بدا زي اي بدايات في للفنون في افريقيا او في دول العالم الثالث، بدا بدايات طبعا يسموه فن الركوكا والفن الشعبي او البوب ارت، بدا بشكل غير احترافي، كان عباره عن مواهب متفرقه لفنانين ما كان عندها دراسه وعندها مرجعيه، اللهم كانت ما يختلج به النفس بتاعتهم كانوا بينعكس من خلال التعبير عنه بادوات موجوده زي الاصباغ والاحبار والتفته وما الى ذلك، او من خلال الطين واللي بتمثل في الخزف بشكله التقليدي من خلال الفخار القلال والأزيار والأطباق المعمولة، كانت بتستخدم لأشياء حياتية في حياتنا اليومية، يعني أدوات للأكل والشراب، في نفس الوقت كانوا بيضيفوا على لمسة جمالية عشان يبيعوها في السوق، ده كان الغرض. بعد ذلك بدأ هذا الفن يتطور من خلال الجليد من خلال القماش، وبرزوا في تلك الفترة في السودان فنانين، أنا أذكر منهم على سبيل المثال للحصر الفنان جحا، فنان عيون كديس، ديل كانوا فنانين شعبيين، ومن ثم جاءت بعد ذاك الفنون بشكل احترافي فيما يعرف بمدرسة غردون أو مدرسة الفنون في كلية غردون التذكارية اللي هي الآن جامعة الخرطوم، كانت عبارة عن فصل واحد صغير بدوا فيه دراسة الفنون، والتحقوا به مجموعة من التشكيليين الكبار، التحية للأحياء منهم والرحمة والمغفرة لمن رحلوا عن دنيانا. برضو على سبيل المثال الفنان إبراهيم الصلاحي، الفنان أحمد محمد شبرين، الفنان يعني مجموعة من الفنانين دول هم كانوا البدايات لما يعرف بالفن بتقنيته الحديثة أو المدرسة الأوروبية. بعد ذاك جاءت مدرسة أو كلية أو معهد الفني الآن هو كلية الفنون، بعد ذاك بقي جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا وهي جزء منها كلية الفنون الجميلة التطبيقية، بقت تدرس الفنون بالشكل المنهجي والاحترافي والمعمول به في العالم كله. الفنون طبعا بتسمو بالنفس البشريه وتهذب وتشذب سلوك الانسان ايا كان، ولذلك يعني انا ما اقدر اقول الفن هو خلى الانسان يكون مهذب، لكن على ذلك يشهد به يعني حتى الاهل والاصدقاء والجيران من خلال سلوكه، من خلال سلوك افراد اسرتي الصغيره او البيت الكبير، يعني سواء كان على مستوى الاخوان او ما الى ذلك، دائما انت بتخش بيت فنان بتحس بانه بيختلف عن بيوت الاخرين، حتى ولو كان هذا الفنان فقير يعني تلقى أنه في لمسات جمالية موجودة في البيت من خلال وضع الأزاهير، الشتول، اللوحات المعلقة في البيت، حتى وضع الطلازات بتاع الغرف ما بيكون بيشبه باقي البيوت الناس الثانيين، حتى اختيار الاكسسوارز ذات الاكسسوارات وملابسه ذاته، اختيار ملابسه ذاته، فبنلقى لحد كبير جدا هو يعني مختلف عن الآخرين، أنا ما أقدر أقول أفضل منهم ولا أسوأ، لكن هو مختلف عنهم، ولذلك ينقل هذا الاختلاف لأفراد أسرته سواء كان على مستوى محيط أسرته الصغيرة أو على مستوى أفراد أسرته الكبيرة كأخوانه أو أخواته أو والده ووالدته وما إلى ذلك. أنا أحلم بأنه أرى هذا الوطن يعني يرفل في ثوب السلام والأمن والاستقرار والطمأنينة والحرية والمحبة،
وعلى مستواي الشخصي يعني يمكن أحلم بأن نوصل هذه اللوحات وهذه الألوان وهذه الشخوص والملامح السودانية لكل أنحاء العالم، ويتعاملوا مع الناس باعتبار أنه أقدر أنقل ولو جزء يسير من كرم وعطاء هذا الوطن لي أنا ولأسرتي الصغيرة والكبيرة. رجعنا لكم تاني مشاهدي صباحات سودانية من صباح الخميس. دي كانت فقرة معزومين شاي عاطف ود الحاج. فقرة جميلة، وانتبهت لحاجة في الفنان عاطف ود الحاج، إنه هو بيميل للون الأزرق ودرجاته شوية في كل اللوحات تقريبا جابوها تقريبا اللون الخلفية عندنا هنا. طيب في فقرة الفوتوغرافيا دي فقرة جديدة انضافت لصباحات سودانية، يمكن هي بتهتم به حاجات ممكن طريفة وحاجات ممكن بتهم المشاهد، أخبار غريبة صح وبتجيبها بطريقة الحياة الخاصة بالنسبة لرؤساء العالم، من أعمارهم لأجورهم ممكن ياخدوا، إنهم بيكونوا في رأس الدولة يعني أكبر وظيفة في الدولة. صراحة نحن مهتم بكل الأخبار بتخص كل الناس طبعا. أي بالضبط، وبالتأكيد حيكون في اهتمام خاص بزعماء، وأكثر حاجة هنهتم بها إنه نعرف أجورهم. أجورهم الليلة في فقرة فوتوغرافيا هنشوف أجور زعماء العالم، تعالوا نشوف. سعر المبالغ دي في الكم؟ في الشهر، في اليوم، في السنة؟ يعني 400,000 دولار بياخد الرئيس الأمريكي باراك أوباما. طول ما الفيديو بتعرض مازن كل شيء بيسألني، بقوم بقول لي المبلغ ده كله كم يعني؟ كل شهر، كل سنة، كل أسبوع؟ إن شاء الله يزيدهم. إن شاء الله ربنا يزيدهم ويرزقنا كمان. طيب دي كانت، لكن ملاحظ إنه الفريق كبير شديد، في مبالغ يعني كبيرة. أي ملاحظ إنه مودي ده رئيس وزراء الهند ياخد 28,000 دولار. أي أنا لاحظت إنه هي يمكن بتعتمد أكتر حاجة على اقتصاد الدولة نفسها، يعني كل ما كان الدولة اقتصادها قوي كل ما كان الراتب. بس صراحة أنا كنت بفتكر إنه الرواتب حتكون أكتر من كذا، يعني يعني هي شوية بسيطة. دي طبعاً رئيس دولة بنفتكر، والعيد والحاجات يعني حق خروف الضحية طبعاً. طيب هنطلع فاصل نرجع نواصل معكم صباحات سودانية. هنواصل. Thank you.
صباح السودانية مشاهدينا، ورجعنا وفي فقرة لمن يهمه الأمر الليلة. عندنا الهاشتاج على تويتر: هل ساعدت مواقع التواصل الاجتماعي في تطوير وبناء بعض الأفراد والمؤسسات؟ معي ضيفي داخل الاستوديو الأستاذ سامي أحمد الجعلي، مدير العلاقات الخارجية لمجموعة CTC. مرحب بك كثير. وحنتكلم الليلة عن المنتدى الثقافي، هو بيقام دورياً المرة دي، أقيم في المتحف القومي، صحيح؟ كان تحت مسمى السوشيال ميديا رؤية إبداعية. صباح الخير أستاذ أحمد، كيف أخبارك؟ الله يبارك فيك. شرفتنا. تكلمنا عن المنتدى عامة، أول حاجة بصورة عامة. طيب، في الحقيقة المنتدى هو واحدة من النشاطات اللي بتقوم بها مجموعة CTC عبر إدارة العلاقات الخارجية، اللي هي إدارة معنية بالتواصل، جزء من عملها بالتواصل المجتمعي. ونحن دأبنا في الشركة بأنه نقيم قضايا، نلقي الضوء على قضايا افتكرنا ذات اهتمامات، يعني تجد اهتمام عن كثير جدا من شرائح المجتمع. فالمنتدى اللي هو الآن حوالي عمره تقريبا ده العام الثاني له، كله 3-4 شهور بنناقش قضية، يعني مرات تكون قضية ثقافية، مرات تكون قضية اجتماعية، مرات. فأسرنا إنه في المرة دي إنه نقيم هذا المنتدى تحت شعار السوشيال ميديا أو مواقع التواصل الاجتماعي الرؤية الإبداعية، بهدف إنه نحن والله نلقي الضوء على أهمية المواقع حق التواصل الاجتماعي، وكيف هي إنها أثرت في كثير جدا من الشباب السودانيين الموجودين. وبنفتكر إنه هناك عندنا بعض الشباب والنماذج الناجحة اللي هي يعني حقيقة قدرت تستفيد من وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، سواء كانت الفيسبوك، اللينكدين، تويتر، وقدرت تنهض فيها بأعمالها، تقدم فيها منتوج الإبداعي، تشتغل في مجال التسويق وكذا. واستضيفنا في المرة دي شابة سودانية، افتكرنا احنا كنا معاكم في المنتدى. يعني استضفتونا استضافة كريمة أستاذ سامي، وعدينا التقرير عدته لنا زميلتنا وئام شوقي. لو تسمح لنا نمشي نشوفه ونرجع تاني نكمل كلام، نشوف التقرير. وسائل التواصل الاجتماعي أداة السحر التي باتت توقع تأثيرها على كل الأحداث في حياتنا على الصعيد الشخصي والعملي. أقامت CTC جروب منتداها الدوري بعنوان مواقع التواصل الاجتماعي رؤية إبداعية، ألقت فيه الضوء على دور وسائل التواصل الاجتماعي في ريادة الأعمال وإسكاء حرية الرأي. امتلأ المعرض برواد الأعمال الذين عرضوا منتجاتهم اليدوية التي تنوعت ما بين التراثية والحديثة كالإكسسوارات والمنتجات الجلدية والقهوة التقليدية. الليلة تكلمنا عن السوشيال ميديا كرؤية إبداعية. الكرياتيف يوز شنو للسوشيال ميديا؟ السوشيال ميديا ممكن تعمل لك خط عمل، ممكن تخليك تطلع براند، ممكن تخليك تكون عندك منصة فكرية، ممكن تخليك تصل لكل أحلامك، ممكن تخليك تكسب الشهرة، المال، المعرفة، الحكمة، حسب استخدامك أنت. فكرتنا البسيطة إنه أنت عايز تعمل شنو في حياتك، عايز تعمله إذا أنت عرفته تماماً، عرفت الرايت لينك، الرابط المثالي للحاجة دي، حتصل للحاجة اللي أنت عايزها. استضاف المنتدى أخصائية التواصل الاجتماعي شميم كسباوي للحديث عن دور وسائل التواصل الاجتماعي في تكوين هويتها العملية المتميزة. في الليلة الماضية حضرت منتدى CTC جروب عن مواقع التواصل الاجتماعي في السودان. أنا كمستشار التواصل الاجتماعي أعمل في المجال لمدة 10 سنوات. سعيدة بالتفاعل والتواصل بين حضور في المنتدى، بالإضافة لمعرفتي بمنظمات وشركات مهتمة بالتواصل الاجتماعي. CTC بدأت الخطوة في التعليم بأهمية مواقع التواصل الاجتماعي، وأنا أعتقد أن أي شركة أو شخص أو أدباء وفنانين وموسيقيين أو دعاة التطور والتغيير الاجتماعي يجب أن يكون لهم وجود في السوشيال ميديا. انضموا لصفحات التواصل الاجتماعي وتواصل مع الإنسانية، وتعرفوا على اهتماماتهم وردود أفعالهم، لأن السوشيال ميديا منصة للتواصل. بالإضافة للكاتب الساخر علي الجمال، وكيف أنه وجد في وسائل التواصل الاجتماعي مساحة حرة للكتابة. حضر المنتدى العديد من الشخصيات المهتمة
ولقى تفاعلا من الشباب الذي ما زال متسائلا السوشيال ميديا بين كونها مساحات حرة للرأي والإبداع وكونها وسيلة لإضاعة الوقت، مما حدا بجمال القول وسائل التواصل الاجتماعي مثل الكأس الزجاجي ليس مسؤولا عما سنضعه فيه. وئام شوقي، صباحات سودانية. نسمع أصوات المدينة، تلقى ناس عايشين في جنة، شكرا وئام شوقي على التقرير. انه رجعنا استاذ سامي احمد الجالي مدير العلاقات الخارجية لمجموعة سي تي سي. طيب هنرجع نتكلم، خلينا في موضوع السوشيال ميديا. هل بيفتكر ان السوشيال ميديا فعلا في السودان قادر على توصيل كل الحياة اللي تكلم عنها التقرير شفناه هسه؟ يعني في الحقيقة انا افتكر ان السوشيال ميديا في السودان هي الان صارت الوسيلة الاقدر على توصيل عدد من الرسائل وعدد من القضايا يعني. والان هي نحن زي ما عرضت قبل شوي في التقرير انه السوشيال ميديا لم تعد هي وسيله للتلاهي او للتواصل الاجتماعي فقط، بل صارت هي اداه للتغيير. التقرير نحن كنا عرضنا فيه تكلمنا فيه عن قيمه السوشيال ميديا انه هي لم تعد حكر على فئه عمريه محدده فقط، بل الان السوشيال ميديا انتقلت. ولعل هنا يحضرني الحادثه الكبيره اللي حدثت في تركيا في شهر يوليو الماضي، إنه الرئيس التركي عندما حدثت محاولة في لتغيير نظام الحكم كانت الوسيلة الوحيدة النزل خاطب بها الناس هي إحدى وسائل التواصل الاجتماعي. فإحنا عايزين نقول إنه التواصل الاجتماعي لم يعد هو قضية هي بلاتفورمز أو منصات يعني من خلالها بيحضر الشباب عشان يقدم قضايا بسيطة، بل هي صارت المنصة والسبيل الأقوى لتوصيل وتقديم كثير جدا من القضايا والأفكار. حاجة تانية إحنا واحدة برضو من المحاور اللي ناقشناها في المنتدى إنه كيف إنه وسائل التواصل الاجتماعي أثرت على الصحف. يعني الآن كثير جدا من الناس بيتكلموا عن إنه صاروا بتبادل الصحف، بل حتى الكتب أونلاين، فبالتالي دي عندها تأثيرات كثيرة جدا بتساعد على مزيد من الانتشار بالنسبة للقراءة. إيجابية أو سلبية؟ بالتأكيد عندها دور إيجابي وعندها دور سلبي. الدور السلبي بفتكر في تقديري إنه عدد من الصحف بالذات في الدول اللي قد تكون دول العالم الثالث بتفقد جزء من اراضيها، باعتبار انه الان سهل بقى التواصل بين الناس عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي. ممكن كمان بحريه اكثر، يعني الناس اللي بتكتب في الفيسبوك ما عليها رقابه، بتكتب الحاجه اللي عايزاها. الكلام برضه عن الرقابه في مبادئ قانونيه واخلاقيه الان برضه تحكم الكتابه للمدونين داخل مواقع التواصل الاجتماعي المختلفه، لكن احنا بنقول على الاثر السلبي بطبيعة الحال هو قد يكون تقليل توزيع الصحف، باعتبار انه في جزء منها الان بقى الان موجود على منصات الكتب ايضا دور النشر، لكن الاثر الايجابي يكون هو بطبيعة الحال انه النشر لمزيد من المعلومات ومن الصحف والكتب حتى يعني. صحيح. طيب من الجانب التجاري مثلا، خلينا نقول انه بقى في ترويج ناس كثير حتى يعني هنا عندنا في السودان، انه بقى الافراد والمؤسسات بتروج لشغلها، بتروج لتجارتها، بتروج برضو عن طريق السوشيال ميديا. نعم. بتفتكر الحته دي كحمايه مستهلك، خلينا نتكلم، هل في لها ضوابط معينه؟ هل في لها حاجات معينه؟ يعني بطبيعه الحال الان وسائل التواصل الاجتماعي خلينا نقول على مستوى منتجات الشركات الكبيره الان هي صارت هي المنصه الاقوى لإطلاق عدد كبير جدا من الماركات والعلامات والخدمات. نحن واحده كانت المنتدى تميز في انه احنا جبنا الانسه شيرين كسباي وهي سودانيه مقيمه في دبي. نحن جبناها تكلمت عن يعني قصدنا انه نجيب شابه سودانيه تتكلم عن التواصل الاجتماعي والتسويق والترويج في بلد بنفتكر انه فيه زخم كبير وحجم كبير جدا من المنافسه. فالاخت شميم كان بيتكلم عن انه كيف هي استطاعت ان من خلال الوسائل ان تروج لشركات كبيره جدا في العالم. فوسائل التواصل الاجتماعي المختلفه عبر السوشيال ميديا زي ما قلنا في بلاتفورمز حقتها المختلفه لم تعد يعني هي وسيله عاديه، بل صارت الناس بيجيوا فيها مشاهير وابطال ومن خلال وسائل حق التواصل الاجتماعي بروجوا فيها لسلع وخدمات لشركات كبيره، بل حتى احداث يعني مناشط كبيره تقام الان في المنطقه يتم فيها الترويج عبر هذه الوسائل ويدفع فيها اموال ضخمه جدا في اشاره واضحه لحجم التمدد وحجم الانتشار اللي ممكن توصل لهم او توصل لهم. طيب يمكن احنا شفنا في التقرير او شميم جايه من دبي. نعم. يعني بهمني اعرف هنا في السودان رؤيتكم انه هل المواطن السوداني او القاعد في السودان عارف يتعامل
مع الوسائل دي بطريقة كويسة بطريقة صح، كيف قادر يتفاعل معها؟ بالتأكيد كل يوم في ازدياد لعدد المستخدمين لوسائل التواصل الاجتماعي. برضو احنا كانت احضر من المحاور اللي نوقشت هي احصائيات عن 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 عدد الناس اللي بيستخدموا. السودان الان فيه ملايين بيستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي، علو اكثر تاثيرا هي الفيسبوك. فالشباب تحديدا هم اكثر الان استخداما لوسائل التواصل الاجتماعي، وهم قادرين ينشروا كل رسائلهم. في سؤالك انت عن المنتجات والخدمات، الان في كثير جدا من الشركات بتقدم ترويج وتعريف منتجات وخدمات عبر وسائل التواصل الاجتماعي. المسألة بتقول إن السودان أنا ما زال المجال بكر، في ما زال مساحة ضخمة جدا في إنه ناس يشتغلوا في مجال السوشيال ميديا على مستوى الشركات وعلى مستوى الأفراد في الترويج وفي التسويق وبتقديم الأفكار، لأنه المنصات حق التواصل الاجتماعي بتحليق قدر كبير جدا من التفاعل. يعني في إنتراكشن يكون موجود داخل هذه الوسائل، مما يتحليق أنت تطوير التجربة وتنقيحها وكذا، بخلاف الوسائل التقليدية الموجودة. فأنا أفتكر إنه لي واحدة من المزايا بتخلي إنه الآن الوسائل اللي في السودان حتجد حظها. وأفتكر إنه السودان فيه شباب الآن مستنير جدا، فيه مدونين كبار جدا يستطيعون يقدم خدمة متميزة جدا عبر هذه الوسائل في الفترة القادمة، وتزداد يوم بعد يوم إن شاء الله. يمكن مشكلة من المشاكل اللي بيتكلموا عنها الناس دائما بتقابل الأفراد والمؤسسات في التعامل مع السوشيال ميديا عامة، الناس اللي بتحاول تعمل صفحات مزيفة بأسماء جهات أو أفراد. صح. لأي سبب أي كان، يعني حتى إحنا في سودانية 24 قبل فترة قابلتنا المشكلة دي إنه في ناس كتير عملت صفحات كتيرة جدا باسم القناة وبقت تعمل مسابقات وحاجات، فنوهنا في صفحاتنا الرسمية إنه دي حسابات بتخص سودانية 24 وما غير ذلك ما تاب علينا. فدائما بتجي المشكلة دي. أنا أفتكر إنه دي حتظل مشكلة موجودة، ولعله مش نحن عندنا في السودان، يعني الآن أكبر المؤسسات في العالم، يعني خلينا نقول إنه الآن في هاكرز موجودين محترفين، يعني يقدروا يخترقوا أضخم المواقع في العالم على مستوى وزارة الدفاع الأمريكية، على مستوى الاحتياط البنوك الكبير الموجود الآن في الدول الاتحاد الأوروبي وخلافه. فدي ما بتظل هي هاجس، يعني إحنا دائما كل ما تظل كل ما أنت تبدع غيرك يبدع، لكن دي ما أظن إنها حتكون إشكالية، لأنه بطبيعة الحال يعني أول ما الناس تعمل صفحات فيك زي دي وصفحات بغرض التشويش خلينا نقول، فسرعان ما تنتبه الجهة المعنية بيتم التعديل، فدي ما تخلي مشكلة. لكن ده ما بكل حال من الأحوال ما بيضعف من قيمة وقوة وسائل التواصل الاجتماعي، حتى ولو كل مرة إحنا سمعنا من كلام زي ده، لكن في النهاية أفتكر إنه أثر يعني سرعان ما يزول، يعني وتظل الحقيقة موجودة لدى. اتكلمنا عن التغيير الفكري الممكن تحدثه وسائل التواصل الاجتماعي والتغيير التعريفي. عايزين نجي التغيير الاقتصادي بالذات، إنه مثلاً ده ناشط جداً عندنا بقى في السودان. إنه كل زول حتى الأعمال الصغيرة مثلاً اللي بيقوموا بها النساء أو الرجال أو الحيث أو الترويج لنفسك بطريقة بقت أكتر من يعني زمان. لو عايز إلا تسأل هسه بتفتح الفيسبوك 5 دقايق تسأل يا جماعة عايز الحي فلان، بتلقى إنسان معلن عن نفسه. فأنا أفتكر إنه دي من يعني أو كل الناس بتفتكر كأنه دي من الحاجات المروج لها جدا في الفيسبوك. بتفتكر إنه الأثر الاقتصادي ممكن برضو يكون كبير بقدر الأثر الفكري والأثر التعريفي؟ دون شك الأثر الاقتصادي يزال هو الأثر الأكبر. وهنا يحضرني أنا الآن واحدة من أكبر الشركات وأضخم الشركات في العالم الآن موجودة، وهي أثرت على عمل كثير جدا من الشركات، هي شركة أوبر، وهي شركة بتقوم بتقديم خدمات التنقل في أوروبا الآن. هي صارت في فترة وجيزة جدا هي واحدة من أكبر الشركات عبر تطبيق بسيط جدا بيستخدم في السمارت فونز للتنقل. الآن في السودان خليني أقول لك برضو على مستوى الأثر الاقتصادي وسائل التواصل الاجتماعي، إحنا عندنا نحن في مجموعة سي تي سي برضو من الرعاة الدائمين لمسابقة مشروعي. عندنا واحد من الشباب كان في المسابقة قام بتقديم تطبيق اسمه شوار. التطبيق ده تم نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر السمارت فونز، وافتكر إنه قدر يعني يحقق عدد كبير جدا من العملاء يروج الفكرة حقته فقط عبر استخدام الهواتف الذكية، وقدر يجد مساحة كبيرة جدا. فده مؤشر على إنه الآن كل الخدمات والسلع التي تقدم عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر الإنترنت هي بطبيعة الحال بتجد رواج وقبول كبير جدا، والحكاية أنا أفتكر إنها ماشية في تناهي بتتناغم مع حجم. كيف نقدر نقيس حجم النجاح؟ هل هو لايكات، عدد لايكات، عدد مشاركين، عدد منتسبين؟ يعني حجم النجاح بيعتمد على شو؟ يعني إذا نحن بتكلم على منتوج إبداعي وثقافي بيختلف لما بتكلم على
خدمة بغرض البيع والترويج أو سلعة. إذا نتكلم على سلعة أنا بقول لك يعني كمثال التطبيق ده وجد نجاح كبير جدا بدليل إنه الشاب اللي ابتكر الكلام ده الآن عنده هو واحد من رواد الأعمال الناجحين الآن في السودان على مستوى العالم. أوبر كمثال صارت شركة ضخمة جدا عندها أسهم ضخمة جدا بل أثرت على شركات كبيرة، فده مؤشر نجاح. إذا أنت قادر يعني تحتل مساحات كبيرة جدا في السوق، تحتل مساحة حصة سوقية أكبر، فده مؤشر نجاح، وإلا لما كان الناس قدرت تتداعى وتتعامل معك من خلال الخدمة أنت بتقدمها. على مستوى المنتوج الإبداعي أنا أفتكر إنه اللايكات زي ما أنت قلت، يعني إحنا الآن في كثير جدا الآن من القضايا الآن بتطرح والمواضيع الآن بتطرح، أنا أفتكر بإنه بتجد زي ما قلت لك جميلك واحدة من مزايا وصايا التواصل الاجتماعي، بتجد عدد كبير جدا من التداخل. بعدين هي وسيلة سهلة جدا في التداول والتعامل فيها، أنت بتقدر يعني تعمل تضيف مزيد من المعلومات والصور واللينكس وكده، وبالتالي حجم التفاعل الأكبر الموجود والسرعة في توصيل المعلومة بتدي قيمتها. بطبيعة الحال اللايكس الشيرز الكومنتس الكلام ده كله دون شك هو بدي الصفحة الحيوية حقتها، وافتكر ذات واحدة من الحاجات اللي بتميز وسائل التواصل الاجتماعي على الوسائل التقليدية، إنه فيها حجمي إنك أنت يعني بتقدر تشارك الناس بقضايا أكثر، يعني بصور بفيديوز بحاجات حادثة الآن، ما بتضطر إنك تنتظر لغاية اليوم الثاني لغاية ما تقرأ. هل تعتقد إنه الداب يعني بيحتم إنه اللي بيكون بيتعامل أو الفئة المستهدفة أو الفئة اللي بتتابعك تكون ماخذة حاجاتك بقدر من الجدية؟ لأنه بنشوف في كمية من المشاركين يعني مرات مثلاً الناس دائماً بتعلق على دي إنه بيكون تقرأ في الكومنتس، هو الكومنت ده في تبع الموضوع ده ولا تبع شنو جاي من وين، فهي بأفتكر بأنه ممكن تكون بتحتاج لأنه قدر من يعني ما كل كومنت حيتاخذ بالمعنى بتاعه ولا كل لايك معناه هو لايك حقيقي طبعاً. لكن خلينا نقول إنه برضو إحنا من الصعب نقدر نتحكم في الناس اللي بيكتب الكومنتس وبيشاركوا، يعني كنت ما بتعرف إنه القضية حقتك دي وجدت رواج عميو من الناس وفقاً لطبيعته لثقافته لفئته العمرية لخلفيته لحالته المزاجية في الوقت ده، صحيح. فإحنا ما بنقدر نحكم، لا لا هذا شيء طبيعي جدا، لكن بيقدر أقول إنه الغالبية الآن من الناس بتتعامل مع المواضيع دي بجدية. وخلينا أقول إنه الآن الناس في فئات عمرية متقدمة، يعني لم يعد فقط الشباب هم يتعاملوا مع السوشيال ميديا، في فئات عمرية متقدمة الآن صارت بتهتم جدا بمواقع التواصل الاجتماعي وبتتفاعل معها، قد ما تكون بنفس القدر بتاع الشباب لكن بالتأكيد بتقرأ وبالتابع بتهتم جدا بما يدور في الوسائل. سيد سامي، احنا عملنا استبيان على موقعنا على تويتر بيقول هل ساعدت مواقع التواصل الاجتماعي في تطوير وبناء ونجاح بعض الافراد والمؤسسات؟ نتيجة التصوير كانت 82 بنعم و 18% بلا. انت رايك شنو في النسبة دي؟ انا افتكر نسبة بتعبر عن الواقع ما في شك. وانا افتكر انه يعني احنا الان اذا بنتكلم في 2016 انا بفتكر انه لو جينا عملنا نفس الاستبيان ده بعد احتمال سنة من الليل تكون نسبة 92 ل 80 تكبر اكثر، ما في شك، لانه القيمة كل يوم ماشية في زيادة. نحن نفتكر انه لسه ما زالت هناك مساحات كبيره داخل السودان لانه الناس يستفيدوا منها في المواقع حق التواصل الاجتماعي. انا خليني لو سمحت لي اقول بس انه نحن المنتدى ده نحن نفتكر انه الغرض منه الاساسي هو فتح للشباب، نحن عايزين نلهم ونحفز الشباب في الاهتمام بالقضية. كيف ممكن نلهم؟ السؤال ده يعني مهم جدا جدا، كيف ممكن نلهم الشباب وندفعهم ونحمسهم لانه هم يتجهوا اكثر ناحيه الاتجاه ده سوشيال ميديا؟ بحاجتين بفتكر رئيسيات. خلينا نقول اول شيء انه احنا نبرز نماذج ناجحه، دي قاعده الرساله حقتنا الاولى. احنا ابرزنا من خلال هذا المنتدى شابه سودانيه زي ما قلت لك هي تعتبر الاول مدون في المنطقه. قلنا يعني حبينا نقول لشبابنا السودانيين انه دي شابة سودانية نجحت في الخليج وروجت لأكبر الماركات العالمية والأكبر المناشط العالمية وهي سودانية، فليكم أن تتخيلوا بأنه بقليل من الجهد والإيمان بقضاياكم والاجتهاد تستطيعوا أن تنجحوا. الحاجة الثانية إحنا نفتكر بأنه زي ما قلت لك قبلك الميزة الثانية أنه المجال ما زال بكر، إحنا في السودان ما زلنا عندنا مساحات ضخمة جدا، إحنا ما قادرين نستفيد من وسائل التواصل الاجتماعي بالشكل الأفضل في تطوير منتجاتنا في الترويج عنها. لعله الحديث هنا داخل S24 قد يكون يتناسب مع الحدث ذا باعتبار قناة تعنى
بشأن الاقتصادي وتعنى بإبراز الوجه الجيد للسودان. فأنا أفتكر إنه نحن برضو على مستوى التواصل الاجتماعي هذه الوسائل لم يعني نحن ما قادرين أن نوجهها كشباب، أتكلم عن فئة الشباب يعني، أكثر من إنه يستفيدوا منها بالشكل الأفضل. إنه إحنا عايزين نقول إنه يستطيع الشباب أن يستخدم هذه المواقع وهذه المنصات لتطوير منتجاتهم، لتقديم منتجات بشكل أفضل، لأنه ما زالت هذه المنتجات، السودان فيه منتجات كثيرة جدا، فيه إبداع كثير جدا، فيه شباب متميز جدا جدا محتاج الفرصة. فلذلك هذه المواقع نفتكر إنه أو هذا المنتدى حيث هدف إلى إرسال هذه الرسالة بوجود شخص نجح كان موجود قدام الناس، سمع من الناس، حكى معهم. ولا زال سيرس قلت لك ضيفة المنتدى بتفتكر بأنه موجود موقعه ونشاطاته على الإنترنت، تفتكر أنه السودان في عدد من الشباب الموهوب جدا، وهي بتستطيع الآن في الفترة القادمة يتفكر بأنه يتم التعاون معهم. نحن نجاح لي نفتكر المنتدى أنه يستطاع يفتح قوة أو نافذة لهؤلاء الشباب إنه لمزيد من التحفيز ولمزيد من يعني التشجيع اليوم في إنه يقوموا بالعمل الجاد في مواقع التواصل الاجتماعي ويستطيعوا أن يصلوا لقدر كبير من النجومية زي ما وصلت لهم ضيفة المنتدى. طيب أستاذ سامي، عايزين نعرف الناس اللي حابة تتابعكم تعرف أخباركم، تعرف منتداكم الجاي بتين وين وعن شنو ممكن يعرفوا؟ نحن منتداتنا عادة بنعلن عنها داخل موقعنا صفحتنا على السوشيال ميديا، برضو موقع ctcgroup.ltd.com على الانترنت. نحن برضو عندنا يعني المنتدعات بنعمله، عندنا منتديات داخل الخرطوم، ونفتكر برضو لمزيد من الاهتمام بالولايات حيكون عندنا منتديات خارج الخرطوم ان شاء الله. منتدياتنا لا تناقش فقط قضايا ثقافية، ممكن تكون اقتصادية، ممكن تكون قضايا اجتماعية، سبق قبل كده كان قضايا رياضية. فعلى موقعنا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى موقعنا ctcgroup.ltd.com حتكون موجودة. وخلينا أقول لك إنه نحن السنة دي حريصين على إقامة منتديات متميزة، كانت على رأسها المنتدى اللي حسا شفتوه بمناسبة مرور 60 سنة على إنشاء مجموعة CTC. CTC الآن بتحتفل بمرور 60 عام إذ أنشأت الشركة في 1956، ونحن حقيقة حريصين على أن يكون المنتدى للشباب، لأنه الشركة نفسها تؤمن في رسالة حقتها بتقديم قضايا الشباب وتحفيزهم. نحن عندنا أيضا في المؤسسة برامج بتاعت الانجينير ديفلوبمنت بروجرام، اليوث ديفلوبمنت بروجرام، بنعمل للشباب لمزيد من التحفيز. فإحنا قصدنا رسالتنا في هذا المنتدى إنه فكرة جديدة وتحفيز للشباب بمناسبة العيد 60 للشركة، ونحن سعداء جدا نكون في S24. بنفتكر إنه الهم مشترك، ونفتكر إنه في تاب يعني في ممكن نقول في تزاوج بتاع أفكار، بإنه نحن مؤسسة تبرز كثير جدا من الإبداعات ونجاحات الشباب. القناة بطبيعة الحال رسالتها اللي نحن متابعينها إنها هي تبرز نجاحات القطاع الخاص والقطاع الاقتصادي في السودان بشكل عام. فنفتكر إنه هنالك أوجه تقارب وتلاقي في الرسالة حقتنا، فإحنا سعداء جدا، سعيدين جدا باللقاء دي وسعيدين بكل الفرص دي. وزي ما حضرتك تفضلت إنه السودانية 24 دي اهتمام ودي توجهها معاش الناس، حياة الناس، وأكيد حيكون عندنا اللي قدام يعني حياة كثير حنشتغلها مع بعض بإذن الله، وكلها في مصلحة مشاهدنا طبعا. أستاذ سامي أحمد الجليل مدير العلاقات العامة لمجموعة CTC، بشكرك جدا وكانت معنا الليلة. أعزائي المشاهدين حطلع فاصل حنرجع، خليكم معنا.
رجعنا لكم تاني مشاهدين صباحات سودانية وصباح الخميس. لسه مستمتعين احنا صباح الخميس الليلة صح؟ اي صباح الخميس صباح الخير. بداية نهاية اسبوع حلوة واغاني جميلة وبدينا بداية حلوة جدا كانت مع محمد عبده وضيوفنا الليلة مميزين جدا زي ما دايما كل ضيوف برامجنا مميزين. نطلع لمحمد عبده نسمع منه نمشي محمد عبده نسمع منه حاجة ونرجع تاني. محمد عبده ايوه هتسمعنا شنو؟ سمعكم اغنية مسموعة يا غريب عن ديارك. يا غريب عن ديارك تفضل. انت الغربة مأثرة فيك شديد. نسمع يا غريب عن ديارك. يا غريب عن ديارك مصيرك تعود بعد غربة سنين تشكي ليوم اشوف شل منامك زمان تحكي لك الحنين يا غريب عن ديارك مصيرك تعود بعد غربة سنين تشكي ليوم اشوف شل منامك زمان تحكي ليك الحنين يا بعاتب علي ليه رسائلك قولا يا اخي ما صح علي شبنا ليك عمر قصي بيام عيون شغلك يوم تعود راجية منك وعود تزرع الريد في دربك بها اجمل ورود ريد فايت الحدود قصي بيام عيون شغلك يوم تعود راجية منك وعود تزرع الريد في دربك بها اجمل ورود ريد فايت الحدود وبرضو عاد بين علي له رسايلك قولا يا اخي ما بصح علي شبنا ليك عمر يا ليل الغريب قصر علي زوال وارجع يا غريب يا غريب وارجع يا غريب فرحك هناك في دار أغشاك الغمام يغشاك الغمام تصبح نسايم دار وارجع يا غريب يا غريب الليل 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 هو ليلة الليل ليلة هو الليلة الليل ليلة هو يا ليلة الليلة احنا الليله صباحنا مختلف جدا بسبب محمد بشكرك جدا جدا ومكملين معاك هسه وصلنا لفيديو عايزين نشوف فيديو في دفتر احوال في دفتر احوال حنتكلم فيه عن صعوبه المواصلات احنا داخلين على لكن قبل كده موسم العيد اي طبعا ممكن تحصل شويه اشكاليات في موضوع المواصلات داخل ولايه الخطوب يعني. صحيح صحيح بعد الفيديو لما نرجع حنتكلم في قضيتنا الليله شنو في فقره كذا راي نتكلم عن شباب النجدة وكيف هم بمنظمات العمل التطوعي دي كيف تتعامل في العيد والخدمة اللي بيقدموها للمجتمع هيكون معنا مصطفى أمير المتحدث أو مدير مكتب الإعلامي لشباب النجدة وهاشتاغنا لقضية كذراي لليوم بيقول الأعمال الخيرية والمساعدات في مواسم الأعياد هل ذات نفع أو ضرر
لا أو نعم، بنتمنى تشاركونا في الهاشتاج. حنمشي نشوف فيديو مواصلات ومشاكلها وحنرجع نشوف القضية. نحن هنا مشغلين منظمين هنا للموقف بتاع الكلاكلات، عندنا لفة خلا ولفة بجبرة، عندنا صحافة شرق، وعندنا جبل أولية، وهنا بننظم العربات طبعا من هنا للفة بكلاكلة ومن هنا لجامعة إفريقيا. وشاف النظام بتاعنا هو ده، بننظم العربات وجماعة بكوركو لمساعدة المواطنين يعني، وبهنا وبهنا أي واحد يعرف المجرى بتاعته يعني. فذلك بخلا عندنا واحد ما عنده بطاقة من النغابة ومعروف يعني من النغابة انه بنظم منظم يعني بنظم العربات زي البكورك ده، بيقول لفة جبرة واحد لفة خلا لفة جبل، فبنظم العربات يعني. والله التعريفة دي اساسا السائقين ديل بيقولوا طبعا في زيادة في الزيت وزيادة في الاسبيرات وزيادة في كيس وزادة على الخضار، فشوية كان بيقوم خدته ويعملوا زيادات، يقول لك مثلا خدت لي جنيه ما بتغطي معاي، في مشاكل زي دي يعني من المواطنين وبين السواقين يعني. والسواقين يعني مشكلتهم عندي، يقول لك انا كان مشيت غير لستك ويقول لك التأمين ذاته بقى غالي، كان زمان ب 2 مليون السكة ب 5، ففي مشاكل يعني بسيطة كده ما بين المواطن، يقول لهم زيدوها ليه تسعيرته، ويقول لك ما عارف انا عشان الزيت والزبيرات، وحتى الرقعة بتاع الليستيك دي قالوا بقد ب 15 جنيه، فهم بيعانوا من الشغلة دي يعني. والمواطنين طبعا نفس المعاناة، كل الناس معانينا، حتى نحن ذاتنا في الوقت هنا بنعاني المعاناة دي يعني. يعني المواطن بيجي بيدور الكب، والسواقين هنا بيقول لك يا اخي والله انا التسعيرة القديمة من 90 دي ما بتغطي معايا اصلا، لانه في زيادة الزيت، في زيادة الزبيرات، التأمين، الحياة زي دي، بقول مثلا بجنيه، المواطن يقول لي ليه بجنيه؟ فهذه مشاكل يعني خاشين فيها نحن ناس يعني، بس الزيادة بتاعت الزيوت دي والزبيرات والشغلانة دي عاملة لنا يعني مشاكل ما بين السواقين والمواطنين. بعدين عندنا العربات اللي بيجوا من برا، بندخل عربات نمرة بيضاء يعني، لما ديل يكون بندخلهم ده بقول لك والله يا خانة أنا ماشي اللفة عربيتي خاصة دارك معي بها 5، أهاي لو ما تمر يقول لك ليه، أو يقول لك مثلا والله بأربعة، ده عربيتي خاصة نجيب من الشارع احنا نخورك نجيب العربية تعال ودي النازل، يقول لك والله العربية خاصة عربيتي أنا خاصة دارك معي في 5، مرات لما نجيب المواطنين يقول لك اطلع مش، ومرات المواطنين على فتح الحلل يعني، واحد يقول لك بثلاثة، واحد يقول له بأربعة، لكن عصير العربات الكبيرة دي بنجيب احنا من الصينيه بيستعرض المواطنين هنا، لان تصديق هايس لما العربات زي ده بنجيب الهايس برضو، بنجيب الكبار ده نشغلهم يعني. لا احنا عندنا عربات عندنا تصديق، عندنا عربات عنده تصديق من ذات البترول، لفه جبره لفه خلا الجبل يعني ما بتخطى المجرى بتاعته، السواق بتاع الخلا براه بتاع جبره براه بتاع كل ده مكتوب الاستيكر بتاعه يعني. وعندنا هنا اثنين مساعدين شغالين والعسكري لسه ده منظموا الشغلانية وحماية لنا احنا ذات، ونحن ناس منظمين يعني من كورك يعني، انت جاي تركبي تقول لي جبر وين، اقول لك هنا خلا وين هنا تعال خش الصف امرك كده يعني، ده شغلنا نحن. اما زيادة ونقصان نحن ما عندنا ما شغل يعني، نحن بس من كورك بنملى عربية بدون حق مقعد. مشاهدي صباحات سودانيين، رجعنا لكم في فقرة كذا راية. الليلة هيكون معنا الهاشتاج الرئيسي على تويتر وعلى الفيسبوك، الأعمال الخيرية والمنظمات الخيرية والمساعدات المقدمة في موسم الأعياد، هل هي بترجع بنفع للمجتمع نعم أو لا؟ ادونا رأيكم في فيسبوك وعلى تويتر. هيكون معنا ضيف الأستاذ مصطفى أمير مدير المكتب الإعلامي لشباب النجدة. مصطفى يسعد صباحك. حبيك مازن، ومرحبا بكل الناس اللي بيشوفونا، كل سنة وأنتم طيبين، والصباح جميل جدا المليان بالنسمات الجميله، مليان بالتفاؤل ان شاء الله. كيف بيبدا يومك كل الله يوم كذا؟ والله الحمد لله شباب متطوعين يعني، والله هو اليوم يعني هو السارف يعني، لكن الحمد لله الانسان بيحاول يصحى بدري يعني،
صحيت بدري ذاته فيها البركه زي ما بقولوا. طبعا انت عندك بتقدم عمل تطوعي يعني أكيد محتاج أكيد. العمل من الصباح محتاج انك تكون منتظم في زمنك عشان تقدر توفر للناس المحتاجه لك حاجه من برا. تمام. طيب شباب النجده انتوا بديتوا كيف؟ طيب والحقيقه انا بجدد سعادتي للساده المشاهدين واقول لهم صباح الخير عليكم. منظمه شباب النجده يمكن منظمه جميله جدا، تاسست قبل 9 سنوات من الان على يد ابانا في مؤسسه الزبير الخيريه. كان الهدف من الانشاء انه بنحاول قدر الامكان انه يكون في شباب جاهز لاي تدخل انساني سريع اذا كان كارثه او سيوله او امطار او غيره. فما حننتظر الكارثه لما تجي، فاكيد لازم نشتغل مشاريع تخدم المجتمع. الحمد لله احنا في صدد السنه 9 على التوالي بنشتغل مشاريع كبيره جدا ومبادرات انسانيه كثيره جدا. بنحاول من خلال المبادرات الانسانيه نسد فجوه حقيقيه في المجتمع. بنحاول قدر الامكان نركز على 3 مجالات او 4 مجالات اساسيه في كل دوله، اللي هي الصحه والتعليم واصحاح البيئه. الحمد لله يعني شغالين مشاريع والحمد لله ربنا موفقنا والحمد لله الشباب شغالين والحمد لله. طيب عدد المشاريع اللي قمتوا بها مثلا لو قدرنا نقسمهم في الصحه والتعليم واصحاح البيئه، يمكن احنا قبل كم يوم كنا بنتكلم موضوع الصحه البيئه دي بالذات، فعملتوا شنو؟ طيب هو والله المشاريع اللي اشتغلناها كثيره جدا. في الناحيه حقت الصحه بنشتغل الايام العلاجيه، اليوم العالمي للسكري، اليوم العالمي للسرطان، القوافل الصحيه للولايات وخارج ولايه الخرطوم، الولايات الطرفيه، وفي الاصحاح البيئه طبعا في بنشتغل الحملات حقت الرش الرزازي والرش والحملات حقت التوعيه اللي بنقوم بها في الولايات وداخل ولايه الخرطوم. اما في مجال التعليم بنحاول نركز انه كل سنه بنعمل حملات حقت دعم للطلاب المدارس ودعم للطلبه خارج ولايه الخرطوم برضه، والحمد لله ماشيين يعني مشاريعنا كويسه. طيب مصطفى، الهدف الاساسي اللي قامت به منظمه شباب النجده كان شنو؟ هل قدرتوا تحققوه خلال 9 سنوات دي ولا؟ والله الحمد لله انه نحن ما نقدر نقول انه نحن حققنا هدفنا الاساسي. هو ما طالما في انسان عايش اكيد في فقر، اكيد في جوع، اكيد في قله في الصحه، اكيد في قله في التعليم، لكن يبقى الحاجه المفروض نوصلها انه في حركه، في شباب متحرك، في شباب حاسس انه في نقص في المجتمع اللي هو عايش فيه. فبنحاول قدر الامكان انه في منظمه شباب نقدر نعمل مشروع تسد العوزه في المجتمع، بننجد الانسان سريع سريع زي ما بنقول. طيب انتوا قلتوا بتشتغلوا بشكل انتوا تستنوا الكارثه لحد ما تحصل بتتجهزوا لها. بتشتغلوا بشكل مواسم، مثلا موسم الخريف داخل بتعملوا حاجات تجهيزيه للمواطنين؟ أكيد. الحمد لله في موسم الخريف أول حاجة قبل ما نبدأ الخريف بنحاول إنه المتطوعين بتاعيننا بحيي كل متطوع من منظمة شباب النجدة، هو بشوفنا حاليا بحيي كل أسرة أو أسرة متطوع بتسمح لابنها أو لابنتها إنه يجوا شباب النجدة وقدم عمل إنساني حقيقي فيه شكل من أشكال اليسار، فيه شكل من أشكال الحب والإنسانية. بنحاول ندرب المتطوع على إنه كيف يتعامل مع الكارثة، ساعد وقوع الكارثة وقبل الكارثة وما بعد الكارثه. بنحاول ان نحتوي الكارثه اذا كان سيل او امطار لا قدر الله او زلازل او حرائق او اي حاجه من خلال دورات متقدمه جدا من خدعاله من قبل ابانا في الدفاع المدني وقبل يعني مسؤولين من خدعاله. الحمد لله بنقدر ننفذ الحاجه دي بالخبره اللي احنا اخذناها من التعليم، بنقدر ننفذها على ارض الواقع، بنخرج بنتائج جميله جدا. ده بالنسبه للكوارث الحمد لله. اما بالنسبه للمشاريع والمبادرات بنكون في حاله حق استعداد طول السنه وطول المشروع، بنحاول نوفر خطابات، بنحاول نوفر خطابات من رساله للداعمين للمؤسسات الشركات، بنقوم بمشاريع اللي بتخدم المجتمع يعني. طيب بما انت جبت سيره الدعم، شباب النجده الدعم الرئيسي لها من وين او تمويل؟ طيب هو نحن تمويل رئيسي ما عندنا، الدعم دائما بيجي من الجمهور اللي بيشوفنا. تمام. من الافراد، من المؤسسات، من الشركات، بالخطابات البسيطه من طلاب المكتب. بنشوف اخواننا واخواتنا في منظمه شباب النجده طالبين من كل الناس ان تكون هي مساهمه في الحاجه دي. الحمد لله الناس بتتجاوب معنا، لما اتكلم عن التجاوب بتكلم عن وطن جميل جدا فيه شكل من اشكال الشهامه، فيه شكل من اشكال ما شاء الله الكرم، الناس بتتعاون معنا وبنقدر نعمل حاجه حلوه الحمد لله. طيب انتم عدد المتطوعين هسه حتى الان كم وصل؟ والله حاليا الحمد لله المتطوعين ماشيين في تزايد من خلال السوشيال ميديا في صفحتنا على الفيسبوك منظمه شباب النجده. دعوه لكل الشباب اللي بيشوفونا انه يخشوا صفحتنا على الفيسبوك، كونوا متابعين لمشاريعنا ومبادراتنا وكونوا جزء مننا. الحمد لله 634 متطوع وماشيين في تزايد كل يوم من خلال المشروع الفاتي في ترعبي. الطريق كان التغطيه الاعلاميه كان اكبر من خلال الترويج في الشارع والبوسترات والسوشيال ميديا والقنوات والصحف. الحمد لله قدرنا نتحصل على عدد اكبر من الشباب من خلال حملتنا في الجامعات برضه، والحمد لله ماشيين ومشاريعنا ماشيه. طيب 634 دي اللي توزعين في كل ولايات السودان؟ طيب لا، 634 ديل هم داخل ولايه الخرطوم. نحن عندنا فرعين، عندنا فرع في الدمازين وعندنا فرع في الجوليت. عندنا برضه متطوعين شغالين في الدمازين وعندنا متطوعين شغالين في الجوليت في دونجولا. فالحمد لله ديل بيشتغلوا المشروع من خلال الخطه اللي بتتاسس هنا في المنظمه، هنا منظمه شباب النجده في الرئاسه اللي هي في الحديقه الدوليه
قريب من مدينة الطفل وبيقدروا يمشوا بنفس النهج اللي احنا ماشيين به وبنفذوا مشروع جميل جدا. طريقة التواصل بينكم بتكون كيف كشباب داخل خرطوم والولايات؟ طريقة التواصل بتكون ما بين من خلال النمبر 215-2020-7 215-2020-7 رقم مقدس جدا عند يعني كل متطوع في شباب النجدة. هو الرقم ده لما يدوق عليك بيشبه الرقم احنا زي الرقم حق طوارئ الشرطة. هو لما يدوق عليك بتخلي اي حاجه عندك بتيجي عشان تلبي النداء للانسان بتاعك لانه في زول محتاج لك لانه في ذره حقت احسان فيك مفروض تطلع لانه انت شايف في المجتمع عندك حاجه مفروض انت تقدمها للمجتمع. يعني انتوا بتبلغوا بعض لو في حاجه محتاجه مساعده ولا الناس ممكن يبلغوا برضه في الرقم ده؟ طيب هو الرقم ممكن يبلغوا فيه الناس، الرقم ممكن يدعموا برضه فيه الناس، الرقم ممكن يتواصلوا فيه الناس لو حابين يستفسروا عن حاجه، الرقم ده هو بيربطنا بالمجتمع ويربط المتطوعين ببعض. طيب انت قلت الرقم كم؟ 0-9-215-20-20-7-0-1 فرضوا في رقم سوداني 0-1-0-22-22-77 ده ممكن لو حابي تدعم فيه برضو ممكن تواصل يعني. طيب مصطفى احنا ليلة الخميس آخر يوم عمل وهتبتدي إجازة عيد الأضحى المبارك الله يعيده عليك بالخير واليوم إن شاء الله. شباب الندي عاملين شنو في عيد الضحية؟ والله شباب الندي حاليا في حالة حقت طبعا ده موسم أول حاجة كل سنة وكل مشاهد بيشوفنا بخير وكل وطننا دائما يكون بخير ونحن في أيام مباركات أيام حقت حج إن شاء الله ربنا إن شاء الله يعني يجعل الأيام دي أيام مباركة وكل زول فات الحج يجينا راجع بالسلام إن شاء الله وربنا يتقبل منه. نحن حاليا في حالة حقت استعداد للأضاحي، أخواني حاليا شغالين بتحاول تحصل على الدعم المادي عشان يقدر يجمع أكبر عدد من الأضاحي يقدر يوفر أكبر عدد من الأضاحي لأكبر عدد من الأسر المحتاجة إذا كان فقراء أو مساكين أو مدعففين. نحن ما نقول إنه المشروع اكتمل، لا نقول إنه المشروع بقى في نصه، بندي مساحة لأنه المجتمع هو يشارك في المشروع ذاته. دعوة لك من هنا إنك أنت تكون جزء من المشروع بيدك البيضاء بشهامتك بكرمك إنك تكون جزء من شباب النجدة في أيام مباركة جدا في أيام الأضاحي وتوفر معانا أضحية لأسرة فقيرة أو أسرة مدعففة وتدخل الفرحة في نفوس الناس المحتاجة. كل زول بيشاهدنا أو كل زول بيشاهدنا الآن ممكن هو يشارك في الحاجة دي من خلال الرقم 0-9-215-20-20-7 0-9-215-20-20-7-0-1-0-22-22-77 ممكن تساهم فيه مادية، ممكن تساهم فيه بفكرك، ممكن تجينا كمان بجهودك في موقعنا في الحديقة الدولية. طيب مصطفى انتوا العيد ما اول يوم وثاني يوم وثالث يوم ورابع يوم، هل هيكون في مراكز لشباب النيدة لتوزيع اضاحي او لحوم مثلا؟ لا تكون معروفة مثلا او كده تعلن عنها يعني تعلن عنها؟ المركز بتاعنا الرئيسي هو هيكون ان شاء الله في الحديقة الدولية غرب مدينة الطفل. الحديقة الدولية هيكون في مركز توزيع في الحديقة الدولية. مركز توزيع في الحديقة طيب الدولية غرب مدينة الطفل هيكون في مركز حق توزيع هناك إن شاء الله. طيب وفي مراكز تانية ولا ده بس الوحيد؟ لا هيكون مركز واحد عشان نقدر نكرس جهودنا كلها عليه إن شاء الله ونعمل حاجة أحسن. طيب هل في الولايات عاملين حاجة في الولايات على الأضاحي؟ طيب في الولايات السنة دي الأضاحي ما إحنا ما شغالين كل الولايات، هي بس في ولاية دنقلة هي شغالة لكن ما شغالة يعني ما شغال الأضاحي كاملة كده، شغال هي عليه كوارث و وشغالة شغل حق إصحاح بيئة، يمكن الذباب والبعوض الأيام دي كثير جدا، رش ضبابي ورزاز إن شاء الله. برضو عندنا غوافل إن شاء الله هتكون بعد العيد، وإن شاء الله نتوعد كل أهل الوطن إن نكون إن شاء الله قريبين منكم، مدام إحنا شباب نجد إن شاء الله هننجد كل زول محتاج. طيب هل يا مصطفى أنتوا بتوزعوا قلت اللحوم وكده، هل ممكن الناس تشارك برضو تديكم لحمة أو كده ولا لازم بس ماديا؟ والله هو أفتكر إنه إذا شاركت ماديا أو جلود أو كده. تمام ممكن إذا عندك جلد فايت ممكن نتحصل على الجلد، من بيع الجلد نتحصل على عائد مادي نخدم به المجتمع ذاته. أما إذا عايز تتبرع بلحمة عايز تجيب لحمة المنظمة ممكن تجيب لحمة، إذا عايز تتبرع ماديا بيكون أحسن ويكون أجمل إذا حصرنا عدد القروش اللي جبناها كلها ومشان جبنا عدد من الأضاحي وقدرنا نحصل إنه إحنا حصلنا عليكم هتكون أجمل وأحلى قبل العيد يعني. طيب مصطفى أنتوا يمكن بتشتغلوا هل شباب الندى بشكل موسمي؟ يعني داخل عيد الأضحى قوم تعملوا الأنشطة بتاعتكم دي أو داخل موسم فيه كوارث زي موسم الخريف ولا بشكل دوري طول السنة؟ والله إحنا شغالين في طورة بصورة مستمرة يعني طول السنة إحنا الحمد لله في حالة حقت حركة في حالة حقت مشاريع ما بنجيف كله يمكن في السنة بنحصل وراوة الخمسة وخمسة وسبعين مشروع 75 مشروع إذا كان مشاريع صغيرة أو متوسطة أو كبيرة الحمد لله، والجاي بعد العيد أكبر وجاي أجمل إن شاء الله. هنركز السنة إن شاء الله من الفلسفة الجميلة جدا في شباب النجدة إنه السنة دي هنحاول نركز على التعليم وعلى الصحة إن شاء الله. تمام طيب خطط شباب النجدة للفترة الجاية شو؟ خططنا المستقبلية إن شاء الله إنه نعمل دار للمشردين إن شاء الله وربنا يوفقنا في الحاجة دي وإنه نقدم حاجة أجمل وما دانين إن شاء الله في مجتمعنا زول فقير ولا زول محتاج، نفسنا إنه الفرحة تاني ترجع في الأحياء الجميلة ونفسنا إنه أطفالنا دائما يكونوا بخير
شباب نجد من المجتمع وللمجتمع، هم دائما بيحسوا بأمال الناس وطموحات الناس، يتمنوا الناس تكون دائما بخير، ده الهدف اللي احنا عايزين نوصل له في حياتنا. طيب مصطفى، يمكن منظمات العمل الطوعي زي حقتكم دي بتلاقي مشاكل كبيره في موضوع الدعم، هل المشاكل دي واجهتكم بدون تتعاملوا معاك؟ وطبعا اكيد في اي مجتمع حق منظمات او اي مجتمع انساني بيجيك بعض المشاكل، لكن الناس بتحاول تتفادى الحاجه دي. الحمد لله الشباب واعين جدا ومثقفين جدا ومتعلمين جدا، بيحاولوا من خلال افكارهم الجميله واسلوبهم الرائع وهم واقفين في الاسطوبات بتحصلوا على الدعم المادي، او هم في الساحات الخضراء بتحصلوا على الدعم المادي، او هم بالخطابات في الشركات والمؤسسات بالطريقه الجميله جدا اللي بيدعموا لها بيقدر بيتفادوا اي حاجه ممكن تحصل ان شاء الله. طيب اي في منظمات يعني ممكن تكون خارج السودان او الدوليه وكده ما تستنى الدعم انه يجيها، بتعمل مشاريع هي نفسها بتورد دخل للمنظمه، هل عندكم افكار يعني احنا الحمد لله احنا في 2016 واحده من افكار اللي عايزين نعملها ان شاء الله مشاريع الدخل الثابت عشان ندعم منظمتنا ان شاء الله وندعم بالفقراء والمساكين ان شاء الله، ربنا يتم الحاجه ان شاء الله ان شاء الله. طيب انتم قلت عندكم مواقع تواصل اجتماعي على الفيسبوك، الدعم بتاعكم وصل هناك كم؟ يعني عندكم كم؟ بما انه كنا الليله بنتكلم في فقره اللي من يهمه موضوع التواصل الاجتماعي وكده يعني. طيب عندنا صفحه جميله جدا على الفيسبوك منظمه شباب النجدة، منظمه شباب النجدة. يمكن الناس اللي بيدعمونا معانا في الصفحه ناس مثقفين جدا ومتعلمين جدا، بيحاولوا بيدعمونا من خلال الرقم 0915-2020-7 0915-2020-7 ومن خلال الرقم 0102-2022 77. شكرا لكل الناس اللي قاعده تتابعينا في الفيسبوك والسوشيال ميديا، شكرا لكل الناس اللي بتشوفنا حاليا. مصطفى، يمكن احنا كنا عاملين الهاشتاج على تويتر وعلى الفيسبوك الاعمال الخيريه والمساعدات في مواسم الاعياد من منظمات خيريه زيكم، هل ذات نفع واضح للمجتمع؟ النتيجه تظهر معنا هسي على الشاشه، ظهرت يا مصطفى 71 نعم و 29 لا. طيب ال 29 71 دي ما خلينا عندي احنا عارفين تمام لا ديل تفتكر انهم قالوا لا لي. طيب انا افتكر انه كل انسان عنده نظره ثانيه للحاجه. طيب نظره ثانيه، انت ما تقدر يعني تخص الزول بانه لا انت تجبره على الراي اللي انت عايزه. احنا بنتقبل النقد في شباب النقد، النقد بيعلم الانسان انه تبقى احسن. شكرا لانك انت قلت لنا لا يعني. نقد قبل كده جاكم بهذا الشكل؟ والله بنتعامل مع اشخاص يعني افراد، بنتعامل معهم بنحاول نطرح الفكره. الواحد هو ما بيديك مساحتين انك انصت لك ذاته، يعني ممكن اقول لك لا انا ما عايز اسمع، لا انا ما عايز اسمع، انت اصلا ما تقدر الزول، لكنك منه هو يجيف يقول لي لا انا ما عايز اسمع، انا دي حاجه بحت الزباه حقيقه. يعني شكرا لكل زول انتقدنا لانه الانتقاد. هل في ناس اتهموكم بالتقصير قبل كده او؟ والله يعني احنا ما اتهمنا بالتقصير، لكن يمكن بنغلط اغلاط بسيطه، لكن يمكن الناس بعض مرات بتكبر الحاجه، لكن الحمد لله احنا كويسين في مرحله مستقره جدا، شغالين شغل شبابي جميل جدا وتحيل الشباب من هنا. يمكن قالوا العطر بيصلح المشي. اكيد حصل مرات ممكن تصلحهم جدا تقدموا حاجه احسن ان شاء الله. اكيد اكيد. مصطفى انا شاكر لك جدا مش مشاركتك لنا في الصباحات السودانيه في صباح الخميس، وان شاء الله بنتمنى لكم نجاح ان شاء الله في موسم عيد الاضحى وفي الخطط الجايه. شكرا لك مازن، وشكرا للسودانية 24 صاحبة التعلق الجميل جدا، وزي ما بقولوا إنه هي جاد بقوة وأجمل، ونتمنى لها مزيد من الإزدهار والتقدم. ونذكر ثاني المجتمع ممكن يتواصل معنا من خلال رقم 0915-2020-7 0102-2022-77 ممكن تدعمنا. شكرا لكم، أنتم دائما حاسين بأماننا وبطموحاتنا، كل سنة وأنتم طيبين وكل المجتمع دائما بخير. شكرا للسودانية 24. دي الأرقام بتاعة التواصل مع شباب النجدة لو حابين تقدموا أي دعم إليهم بشكل مادي أو بشكل تسليم جلود الأضاحي إليهم إن شاء الله في عيد الأضحى الداخل علينا. دي كانت فقرة كزراي لصباحات سودانية ليوم الخميس، نطلع فاصل ونرجع نكمل معكم باقي اليوم. رجعنا لكم تاني مشاهدي صباحات سودانية صباح الخميس. شارل رجعت لنا تاني في الاستوديو ووصلنا لفقرة الأخبار الخاصة. الخبر الأول معايا مازن بيتكلم عن أضاحي العيد تهديدا لمرشحي الانتخابات. الخبر بيقول أعلنت وزارة الداخلية المغربية
أن المرشحين للانتخابات التشريعية الذين يوزعون أضاحي العيد على المواطنين مع قرب عيد الأضحى لاستقطاب أصواتهم سيتعرضون للحرمان من الترشيح من الترشح حال رصدهم. أوضحت الوزارة في بيان أن اقتناء الأضاحي من طرف المرشحين وتوزيعها قبل أيام قليلة من موعد الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في 7 أكتوبر المقبل يعتبر خرقاً للقانون وقد يعرض المرشح لعقوبات. وكانت أحزاب تنتمي إلى كل من الأغلبية والمعارضة قد تقدمت بشكاوي لوزارة الداخلية منذ 3 أسابيع بسبب شراء بعض المرشحين لأضاحي العيد عبر تكليف من أسموهم بسماسرة الانتخابات بالقيام بذلك حتى لا يظهروا في الواجهة وفقاً لصحيفة المساء المغربية. ونددت الشكاوي بالمرشحين الذين يستميلون الناخبين بأضاحي العيد وعممت من جانبها وزارة الداخلية على رصد المرشحين الذين يوزعون الأضاحي العيد على المواطنين مع قرب عيد الأضحى. بيشتروا الصوت بخروف. بيشتروا الصوت بخروف. طيب الخبر التالي يكون معنا وفاة صاحبة أول وجه مزروع في العالم. على مستشفى فرنسي وفاة أول سيدة خضعت في العالم لعملية زرع وش أو وجه بعد صراع مرير مع المرض. وأوضح المستشفى أنها فارقت الحياة في أبريل الماضي لكنه حرص على إحاطة رحيلها بالسرية احتراما لخصوصية العائلة. وكانت السيدة قد تعرضت لعض عنيف من كلبها في عام 2005 حين كانت في 38 من عمرها فاضطر الأطباء إلى أن يزرعوا وجها وأنفا وشفاء وذقن. وشارك أطباء من الولايات المتحدة وأسبانيا والصين وبولندا وتركيا في عملية زرع الوجه الجزئية للراحلة. وغذا نجاح العملية آمالا حول العالم بأن يستعيد كثيرون من الضحايا ملامح الوجه عبر عمليات الزرع. لكن أكبر أشكال يواجه المستفيدون من عمليات زرع الأعضاء هو أن أنظمتهم المناعية ترفض الأعضاء الدخيلة عليها وتهجم عليها وذلك تحديدا ما حصل للراحلة في النظام المناعي فرفضت أعضاء المزروعة العام الماضي ففقدت جراء ذلك قدرتها على استخدام جزء من الشفاء. أما الدواء الذي كانت تتناوله كي تحاول دون رفض الجسم للأعضاء المزروعة فجعلها معرضة بشدة لمرض السرطان الذي تطور شكلا منه داخل جسمها قبل أن تفارق الحياة. الله يرحمه. ربنا. كان موضوع زرعة الوش ده كان هو حديث الجسم ما قبلها. صحيح صحيح. ممكن من الأعضاء اللي زرعتها الجسم ما تقبلها كويس. صحيح. عندنا خبر بيقول طبيب سوداني ينقذ حياة طفل بريطاني. اكتشف الأطباء خلال حمل السيدة إيلين بريدج في شمال بريطانيا أن الجنين في بطنها مصاب بأورام في البطن تنمو أسرع من نموه فكان لابد من إجراء عملية قيصرية للأم قبل 5 أسابيع من مواعيد الولادة الطبيعية في مستشفى لسنتر رويال إنفيرمري. وبعد ولادة الطفل بـ3 أيام أجريت له عملية جراحية أزيلت خلالها الأورام التي اتضح أن بعضها خبيث وكان حجمها بمقدار قطعة جريب فروت اللي هي تقريبا 10 سنتيمتر × 10 سنتيمتر ووزنها حوالي 0.5 كيلو. وقد استغرقت العملية 4 ساعات وعمر الطفل الآن 16 شهرا ويعيش حياته بشكل طبيعي. الأمر الذي حدا بالأم وزوجها للإشادة في الصحف بالرعاية والعناية والقدر العالي من الاهتمام في تلك المستشفى. تجدر الإشارة إلى أن الطبيب الذي أجرى العملية للطفل من أصول سودانية وهو الدكتور هيثم دقش استشاري جراحة الأطفال. ما شاء الله عليهم. ما شاء الله يمكن ده الأطباء السودانيين متفوقين في الخارج. دائما معروف. وفي الداخل كمان يعني الطبيب السوداني دائما معروف إنه بإمكانياته حتى لو كانت الإمكانيات التقنية ما عنده لكن إمكانياته هو يعني بشرية كبيرة جدا. كبيرة جدا. طيب نعم. عندنا رجل يصاب بالذهول بعد تسلمه فاتورة الكهرباء. تعهد رجل إيطالي بخوض معركة قانونية ضد شركة الكهرباء بعدما تسلم فاتورة بقيمة 65,000 يورو. الأمر الذي سبب له مشكلات صحية منذ أن تسلمها قبل أسبوعين وتم إبلاغه بأن استهلاك الكهرباء لديه كان يتم تقديره بأقل من القيمة الحقيقية على مدى 10 سنوات الماضية وطلب منه دفع الرسوم الإضافية بحلول 19 سبتمبر الجاري. وقال الرجل دي محاولة ابتزاز ليس إلا مشيرا إلى أنه أصبح يعاني من مشكلات ارتفاع ضغط الدم منذ أن تسلم الفاتورة الضخمة قائلا إنه قام بتوكيل أحد المحامين للطعن عليها والمطالبة بتعويضات من شركة الكهرباء وتابع مشكلات الصحية لن تنتهي طالما استمر لدي هذا القلق. كما اتهم الشركة بعدم إبلاغه في الفاتورة الأولى أنه بموجب النظام القانوني الإيطالي فإن الفواتير التي مضى عليها أكثر من 5 أعوام يمكن إسقاطها.
واتضح هذا الأمر فقط بعد انتشار قصته على مواقع التواصل الاجتماعي. شركة الكهرباء أوضحت أنها تجري مزيدا من الفحوصات لتحديد الأسباب الفنية التي أدت إلى التأخر في إخطاره بالقراءات التي تم تصحيحها، مضيفة أنه يمكن للرجل أن يتقدم بطلب لدفع الفاتورة المستحقة عليه بالأقساط. يعني هيدفع هيدفع لو جاء ضغط دم ما عارف أي حاجة هيدفع. دولة أفريقية ترعى نادي غني. الخبر بيقول تولت تشات رابع أفقر دول العالم مهمة الراعي الرئيسي لفريق ميتس الفرنسي في خطوة يتردد أنها تهدف إلى جذب المزيد من السياح، وقوبل القرار بانتقادات حادة حيث تحدثت صحيفة فرنسية عن إهدار المال. كما وصف حسين نجارو رئيس المجلس الرياضي في تشات الأمر بأنه مزحة سخيفة، ونفى وزير الرياضة في تشات ما ذكرته التقارير حول أن قيمة عقد الرعاية تبلغ 12 مليون يورو، يعني أكثر من 13 مليون دولار، لكنه لم يكشف عن أي قيمة أخرى، كما يعلق النادي الفرنسي على الأمر وحملت قمصان لعب الفريق الجديد التي أزيح الستار عنها في أغسطس الماضي شعار تشات واحة الساحل وذكرت حكومة تشاد أن العقد جرى تمويله من قبل شركات محلية. جدير بالذكر أن واحدا من كل 7 أطفال في تشاد يفارق الحياة قبل بلوغ سن 5، حيث تسجل تشاد واحدة من أعلى معدلات وفيات الأطفال في العالم. يمكن الاستثمار في موضوع كرة القدم ده بيجا بجيب قروش شوية يعني. الأولويات هي أولويات، لكن نعم. الاستثمار فعلا في موضوع الأندية الرياضية بتاعت كرة القدم دي فعلا ممكن يجذب للسياحة أكثر، وبالتالي تكون موارد أكبر. رجال أعمال عرب كثيرين. صحيح صحيح. بشراء أندية عربية صحيح عالمية صحيح. يعني. صحيح. طيب سارة دي كانت أخبارنا الليلة، كانت مميزة وجميلة. أخبار خاصة جدا. أخبار خاصة جدا. بطلنا نشوف محمد عبدو. عايزين نشوف محمد عبدو. أي محمد. محمد لسه معنا. محمد معنا. محمد شفت الأخبار الخاصة دي؟ سمعتها؟ أي والله بالذات. رأيك شوف موضوع كرة القدم ده؟ والله كرة القدم ما ركزت معها، لكن ركزت مع موضوع الدكتور السوداني. طيب أنت العملية للطفل أنقذ. هل سمعت الدكتور السوداني برا قبل كده نجح في موضوع عملية يعني دقيقة أو كده؟ والله ما حصل. طيب الليلة أول خبر تسمعه معنا يعني. حضرت لنا شنو الليلة يا محمد؟ حضرت لنا شنو؟ حنقلب إنجليزي شوية. هذه حاجة جميلة محمد، عايزة أعرف الجو عندك كيف لأنه إحنا قاعدين جوا. والله هو ماشي على غيوم وشمس كده شوي. غيوم وشمس ما يعني شاء الله. الخميس ماشي كويس. جو جميل. ظريف. نتمنى انك تكون استمتعت معنا الليله. حلقه الليله كانت جميله جدا جدا. جديد والله. طيب نسمع معك يا محمد تسمعنا. طيب ليت هير جو باسنجر. اوكي. اشتغل لكم طبعا ان شاء الله. Only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts snow. You only know you love when you let it go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hear the road when you're missing home. You only know you love when you let it go. And you let it go. Staring at the bottom of your glass, hoping one day you make a dream last. But dream comes slow and it goes so fast. You see when you close your eyes, maybe one day you'll understand why everything you thought surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts snow. You only know you love her when you let her go. All in all, you've been high when you're feeling low. All you hear the road when you're missing home. You only know you love her when you let her go. Staring at the ceiling in the dark, same old empty feeling in your heart. But love comes slow and it goes so fast. Why you see when you fall asleep? No, never to touch, no, never to keep. Cause you love her too much and dive too deep. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts snow. You only know you love her when you let her go.
been high when you're feeling low. Only hit the road when you're missing home. You only know you love her when you let her go. And you let her go. When you let her go. When it's pouring low, only miss the sun when it starts to snow. You only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hear the road when you're missing home. You only know you love her when you let her go. And you let her go. محمد نشكر لك مشاركتك الليلة معنا في صباح السودانية في صباح الخميس. شكرا لك. ما شاء الله يا محمد أبدعت الليلة، سمعتنا حاجات كلها وبعدين متنوع ما شاء الله، حتى الحياة المجهزة لنا محمد الليلة كانت إنجليزي وعربي وسوداني وكرتون وكرتون أبطال الديجيتال. شكرا لك يا محمد، أتمنى نشوفك ثاني صباح السودانية إن شاء الله. إن شاء الله أسعدت صباحنا وأكيد أسعدت مشاهدينا. مشاهدينا الليلة عايز تقول لهم حاجة قبل ما إحنا نودعك؟ الله يا أخي بقول شكرا بس. كل سنة طيبين. وإحنا بقول لك شكرا. كل سنة طيبين. كل سنة وأنت طيب. سنة طيبة. مشاهدينا دي كانت حلقتنا لليلة الخميس، كنا معكم أنا ومازن. فقراتنا كانت متنوعة الليلة وكانت مختلفة ويوم متميز دائما زي ما قلنا يوم الخميس. في فقرة كذا رأي كان ضيفنا لليلة أستاذ أمير مصطفى أمير المدير المكتب الإعلامي لشباب النجدة، تحدثنا عن موضوع دور الشباب الندة ومنظمات العمل الطوعي في الأعياد أو المواسم ودورها في المجتمع، والنتيجة في الهاشتاج طلعت 71%. نعم. أستاذ سامي أحمد الجعلي مدير العلاقات العامة في مجموعة سي تي سي كان معنا الليلة في فقرة لمن يهمه الأمر، وتكلمنا عن مواقع التواصل الاجتماعي ودورها في الترويج للأفراد والمؤسسات. كان معنا الفنان المبدع محمد عبدو، شارك معنا بعديد من الأغنيات عربي وإنجليزي وكرتون. وكان معنا الفنان التشكيلي والإذاعي المخضرم عاطف الدلحاج في فقرة معزومين شاي. دي كانت حلقة الخميس نهاية الأسبوع من صباحات سودانية، بكرة يوم جديد وصباحات سودانية جديدة وأكيد مميزة. نتمنى لكم نهاية أسبوع جميلة تنبسطوا إن شاء الله في نهاية الأسبوع. إن شاء الله. سلام. مع السلامة.